نيجي بقى النقطة المهمة جدا جدا علشان الراجل صاحب الأرض اللي بنتكلم معاه النهاردة. أنا بشتكي بقى إن العقد ضعيف ليه؟ يعني أنا عندي 3 4 مليون 6 مليون 7 مليون زهرة، أنا المفروض في التفاح عايز منهم 2% بس عشان يبقى عندي نسبة نجاح في العقد. كويس. 2% يدوني من 20 ل 25 طن للفدان زي ما الحاج قال. لكن النهارده انا بيبقى عندي الزهر بيبقى كتير جدا وبعدين ينفل يعني يقع. يقع تمام بعد العقد كمان. والمشكله بقى اللي تغيظك اكتر الزهره، مش الزهره لو وقعت ما تزعلنيش لان انا مش هكمل معاها. صحيح. لكن بعد ما تقعد وتبقى قد الزتونه تقوم تسقط الزهر. كويس. هنا بقى لازم نقف. لازم اقول له انت حطيت ايه من بعد انت ما حطيت ميه التطويبه وسميت ايه؟ ده اللي المهم بقى. طبعا. النهارده كله بيرش منظمات نمو وبيرش حاجه زي مثبتات العقود مثبتات العقد الزهر والحاجات دي. طبعا في مركبات، في مركبات مضمونه. يعني انا ارش مركب ساعه العقد مضمون يخليني اطلع، يعني مثلا المركب اللي انا كنت شغال بيه السنه دي مركب حلو جدا اسمه فانجارد. فانجارد اوكي. فانجارد كويس. النهارده الفلاح ممكن يرش النهارده. انا بالنسبه لي كتكلفه ما فيش، هحط 500 سم على موتور 600 يرش بهم فدان. كويس. بس وقت العقد يرش تاني. وقت العقد فيه حاجات تانية احسن من كده كمان. نفس المركب واحط معاه الفيجيتامين. فيجيتامين. فيجيتامين بتاعهم كويس جدا 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 جدا. جميل. يبقى احنا كده تغلبنا عن مشكله التساقط. التساقط ده بيبتدي منين؟ انا بقى لازم احسب انا حطيت تسميد قد ايه؟ يعني انا حسبت وقلت 15 وحده بوتاسيوم 20 وحده كذا 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 كذا. انا بقى دولت لما اجي العين تطلع والزهره تيجي تطلع كل ده راجع لي تاني. اكيد. وطبعا اجي اقول له يا فلاح انت بقى حطيت ايه؟ يقول لك انا حطيت شكارتين يوريا. لا حطيت شكاره نترات. لا حطيت، انا مفيش حاجه اسمها بالشكاره. في حاجه اسمها وحدات. في حاجه اسمها وحدات هنبتدي نحسبها من وقت الجامعه لحد وقت السكون. وبنصح اي بقى واحد عايز العقد يبقى عنده زياده كويس لازم يركز على حاجتين اهم من هو من اهم الحاجات. الازوت يبقى مستواه قليل جدا جدا جدا. النيتروجين اثناء العقد. اثناء العقد يقل خالص. ويركز على الكالسيوم، الكالسيوم المخلبي سواء رش، ويركز على تسميد الكالسيوم الارض. جميل. طبعا دي كانت اهم النصايح اللي ده سريع، ده سريع سريع يعني سريع كده لزراعه التفاح. بشكر حضرتك جدا دكتور رشاد على هذه المعلومات القيمه. شكرا لحضرتك. اعزائنا المشاهدين يا رب تكونوا استمتعتم معانا بحلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا بيها، والناس اللي هي يعني متعوده انها تجهز ورقه وقلم يعني تقدر